امي تعي يلا ناطرتك لا تطولي. شغله حلوه كثير. الله يعطيكم العافيه مدار. الله يعافيك. شرفي شرفي. علمي المدام على الخط. عند الاجتماع. ايه مدام. شرفي ارتاحي خلينا نتفق. تفضل. ايه مدام انا مبدئيا راح اعطيكي 1,000,000 ليرة على كل يوم تصوير. 1,000,000؟ اه هو عادي ماشي الحال ماشي ما بنختلف. هلا زايده ناقصه ان شاء الله ما بنختلف. بس مدام بدي اقول لك شغله كثير مهمه، انه بيتك راح يتحول لمعسكر مغلق. انت بتعرفي موضوع المجال الفني دائما في ممثلين وكومبارس وفنيين، يعني راح يصير في عندك بالبيت هون جحافل من الناس مشان بكره ما تصرعي راسي وتقولي لي ما اتفقنا على هيك. يعني استاذ مهران بس انا عندي اولاد، يعني بدي اطبخ وطعميهم، يعني بدي اضطر استخدم المطبخ. الله يرضى عليك يا مدام، لا تبلشي تحطيني نصيب العجلات. موضوع الاكل هذا تركيه علي. شو بناكل نحن؟ بتاكلوا انتو، وجباتكم بتوصل لعندكم. بس ما قلتي لي انتو كم واحد هون بالبيت؟